إذا عرفت الحل في 15 ثانية فأنت إنسان عبقري، وإذا ما عرفت الحل في 15 ثانية يبقى أنت حمار. على حسب كلام التحدي. أبدأ كلامي في تحية الإسلام، سلام عليكم وعليكم السلام. هلا أسمع رامي، أنت وهو وهي، معكم عمر خليل سيف الدين زرادية. من جابني هنا؟ سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة ماكس جدي وفيديو جديد يا حليلة. في البداية شكرا لكم من القلب. ليش شكرا لكم من القلب يا عمر؟ نزلت لكم حلقة طفولة عمر في 3 ساعات بس، جبنا 100,000 مشاهدة، ونزلت في نفس اليوم كذا مع طناخة الدعم، قلت لا ينزل مقطع في نفس اليوم. مقطع ثاني نزلت وجاب 100,000 في ساعتين. واو ما شاء الله تبارك الله، ايش هذه الحلاوه؟ والله صرنا نجيب 100,000 بسرعه يا جماعه الخير. الله يسعدكم دائما ويحفظكم، وشكرا لكم على الدعم المستمر. حلقتنا لليوم جدا رائعه، راح تكون تحدي جدا جدا ممتع لي ولكم انتم. قد عملت التحدي هذا قبل كده، تذكروا هذا المقطع جاب 3 مليون مشاهده ما شاء الله تبارك الله، فقلت والله 3 مليون مشاهده ونص الشعب يطلب المقطع الجزء الثاني والجزء الثالث من هذه قبل هذه، ابشروا ينزل احلى مقطع. يا معكم عمر خليل سيف الدين زراديه. فكره التحدي باختصار للي جديد على التحدي، حنشوف صور مع بعض وكل صورة فيها شكل مختلف، لازم علي وعليك انه نكتشف الشكل المختلف. اباكم تحسبوا نقاطكم وانا راح احسب نقاطي ونشوف مين حيفوز، انا ولا انتو. طبعا والله المرة الاخيرة في ناس هزموني مرة كثير، فنشوف المرة هذه هل راح تهزموني زي المرة الاولى ولا انا راح اهزمكم المرة هذه. دوم اطول عليكم، نخش للتحدي، انا مرة متحمس. 1 2 3 يلا نبدأ. 15 ثانية الوقت يجري يا جماعة الخير، لازم أركز. وينك 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 وينك؟ لقيته والله لقيته، بس والله مرة صعب، والله والله فرق بسيط على اليسار في النص. لقيته، نقطة لي، اللي جاوب صح يحسب واللي ما جاوب لا تحسب، بطلنا كده. ما أين هو الاختلاف في الصورة؟ يلا 3 ثواني، 4 5 هو مرة صعب، هو 7 9 لقيته. إيه لقيته، والله لقيته، والله ترددت بداية هو ولا لا، في النص تحت اليسار، ايوه لقيته. النقطة الثانية، الحمد لله إلى الآن بداية موفقة، بس واضح أن التعدي مرة صعب وسريع. أين هو الاختلاف في الصورة؟ أين هو الاختلاف في الصورة؟ يا جماعة الخير، فين الاختلاف؟ 13! لا 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 لا، ضيعت نقطة، ضيعت نقطة! والله حرام، اين هو الاختلاف في الصورة؟ يلا يا رب المرة هذه اجيبها يا رب. لقيته الحمد لله، واو جبت 3 نقاط من 4. ايوه اخباركم طيبين؟ باقي 5 ثواني، 4 3 اوكي. على اليمين العمود، الصف الثالث على اليمين. النقطة الثالثة الحمد لله. اين لا تستهبلوا، تستهبلوا ربي وربي يستهبلوا يا جماعة الخير، فين الاختلاف؟ لا 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 لا، خلنا نقرب عشان اركز، خلنا نقرب. الى الان 3 نقاط من اصل 5. اين هو الاختلاف في الصوره؟ اين هو؟ اين هو؟ اين هو؟ اين الاختلاف؟ اين الاختلاف؟ اين الاختلاف؟ فينك 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 فينك؟ والله مرة صعب، بس هي الأسنان، ما أدري. لقيته من أول نظرة، لقيته والله إني معلم، بس والله مرة صعب، وربي عقلي خلاص يقول لي أرحم نفسك، عيوني تقول لي هذا. أوكي الصف الثالث على اليمين، أوكي أوكي عمر، نفس عميق، 4 نقاط، أمورك طيبة. أنتوا كم؟ أحسبوا وبدون غش. أين هو الاختلاف في الصورة؟ وين الاختلاف؟ وين الاختلاف؟ لا يا جماعة الخير، لا 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 لا، كذا هتهزموني والله. فين يا أخي؟ ما كان موجود قبل شوية. الله يقهر. أينو؟ يهو، فين الاختلاف؟ كنظرة أولى واضح إنه ما في اختلاف، كنظرة أولى إلا في اختلاف، وربي الاختلاف في واحدة مختلفة بس مرة في النص على اليسار. الحمد لله 5 نقاط، انت الى الان كم؟ احسب النقاط، يلا خلينا نركز عمر، عمر من الان ورايح ركز يا عمر. اين هو الاختلاف يا عمر؟ ركز يا عمر.
وين الاختلاف؟ انا ماني شايف اي اختلاف. واضح اني حجيب العيد في التحدي. يلا اين هو الاختلاف؟ اما ركز 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 اما ركز اما ركز باقي 4 ثواني. عمر ركز. عمر الله يرحم ابوك. عمر لا 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 فين الفرق؟ اوه الكورة اللي والله ما فكرت فيها. اين هو الاختلاف؟ طيب المرة دي عجيب انا متأكد. اين هو الاختلاف؟ اين هو الاختلاف؟ اين هو الاختلاف؟ اين هو الاختلاف؟ عمر باقي 5 ثواني. 4 3. يهو يهو ايش؟ بسم الله والله ما شفتها والله ما شفتها وربي مرة صعب. مو زي المرة الأولى كان مرة سهل كذا عسيت وسهل كأنه حق أطفال. هذا عسته مرة صعب. الله يستر. أين هو الاختلاف؟ آخ لا 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 خلاص من اليوم رايح ما حتكلم حسكت عشان أركز لأنه واضح الكلام مو قاعد ينفعني مرة. خلاص لقيته والله سكت لقيته والله إني معلم. أخباركم؟ سويتوا لايك على الفيديو؟ مشي وقت عاد خلصت بدري مو زيكم. طيب الجواب الصحيح موجود في العمود قبل الأخير على اليمين. هو هذا 6 نقاط. واو والله صعب يا جماعة الخير. يلا 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 بركز بركز. عمر لقيته والله واضح. هذا مره واضح. هذا اسهل واحد الى الان بالنسبه لي انا. ما ادري عنكم الى الان هذه النقطه 7 بالنسبه لي. اوكي على اليمين الصف قبل الاخير. يس 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 يس. ما تلاحظ كل الاجوبه تجي هناك؟ صح لاحظت الشيء والله انا. يلا 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 او اغلبها يعني. يلا عمر ركز لا تتكلم كثير. لقيته نفس المكان الصف قبل الاخير على اليمين كلها بنفس الزاويه. طب شكلوا شويه يا راعي التحدي كذا تسهلوها علينا. يلا النقطه الثامنه الان 8 نقاط. لقيته والله اني معلم لقيته. والله هذا واضح. هذا مره واضح مره واضح ومره سهل. سهله لكم الصف الاول. يلا خذوا نقطه هديه ها على اليسار. يس هذه النقطه الثامنه بالنسبه لي. الثامنه ولا التاسعه والله نسيت. خلاص نقول الثامنه. يلا ما في مشكله. أين هو الاختلاف؟ واو فين الاختلاف؟ يهو أنا ماني شايف أي اختلاف. لا 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 والله لقيته والله إني فنان لقيته ومرة واضح. بس كل اللي يبغى لك إنك تركز شوية. ركز. خير الأمور إيش؟ خير الأمور إيش؟ أوصلتها. يلا روح هذه نقطة هدية مني وأنا وصلت إلى الآن 9 نقاط. يا سلام. أين هو الاختلاف قرود؟ قل لي القرود قل لي القرود. بس لقيته ولقيته لقيته 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 والله ما عرفتني. يلا أساعدكم في النص على اليمين. شيل نقطة هدية 10 نقاط. خلاص باقي جولتين كذا ونكون وصلنا نهاية التحدي. ممكن أوصل 12 نقطة ليش لا نحاول. أين هو الاختلاف؟ لقيته. ايش هو التحدي صاير سهل. والله بداية المقطع كان مرة صعب دحين شوية صار سهل الحمد لله. خلاص التخلص بدري. 11 نقطة على اليسار فوق. يلا 11 نقطة. هل راح اجيب 12؟ اين هو الاختلاف في الصورة؟ برضه قرود. بس لقيته 12 لقيته. والله اني فنان الحمد لله لك يا رب الحمد لله. فاتوقع واضح حتى انتوا اكيد لقيتوه اكيد على اليسار في النص وهي تحت. كذا نكون وصلنا لنهايه التحدي. ان شاء الله ما حد منكم فاز علي بس اتمنى. اذا استمتعتوا في التحدي وتبوني انزل جزء ثاني من التحدي وصلوا المقطع هذا 70,000 لايك. اذا وصل 70,000 لايك باذن الله راح ينزل لكم جزء جديد من هذا التحدي. واكتبوا لي في الكومنتات مين فاز انا ولا انتوا. انا جبت 12 نقطه. خلينا نشوف انتوا كم جبتوا. اكتبوا في الكومنتات بشوف مين فاز علي ومين انا هزمته. ان شاء الله اني فزت عليكم كلكم. بس والله ما اني ما اتوقع. كان معكم عمر من قناة ماكس اتش دي. السلام عليكم. طيب لايك ها. Oh yeah, is it weird that
your eyes. Remind me of a Coldplay song. Coldplay.